ثاني هنشرح دلوقتي بقى البلاننج جراف. الفورورد والباكورد لما كنا بنشتغل بيهم كنا عارفين ان في اكتر من احتمال ممكن يخرج معايا فيمشيني في اكتر من طريق، تمام؟ عشان مثلا اوصل للجول ده كان الطريق اللي انا مثلا كان المفروض امشي عليه، بس كان في احتمالات تانية، في اكشن تاني ممكن نطبقه كان يوصلنا ايه لاكتر من طريق، يعني ما كانش هيوصلني للحل على طول. إيه البلاننج جراف ده بقى يوصلني للحل على طول عن طريق ان انا همشي التو ستيب، يبقى كده هيوصلني للحل. هنشوفهم ازاي الخطوات اللي احنا هنمشي، تمام؟ اولا ده الرسم بتاعه، ده الشكل بتاعه اللي المفروض نرسمه، بيبقى عباره عن ستيت اس 0 اس لحد اس ان، ستيت معينه ما بينهم في حاجه اسمها اكشنز، كل الاكشن بتطبق ما بينهم هنا، تمام؟ نبدا نشوفهم واحده واحده دلوقتي. إيه الخط دوت اللي هو بيبقى واصل ما بين اثنين الاتريشن، تمام؟ الاتريشن بتاعي إيه بتطلع زي ما هي، بيقول لك ان ده نو اكشن، يعني مثلا الاتريشن دي زي ما دخلت هتطلع زي ما هي من غير ما يتطبق عليها اي اكشن، بالاضافه ان انا ممكن اطبق الاكشن بتاعي. يطلع بيتطبق الاكشن ازاي؟ عن طريق البري كونديشن زي ما اتفقنا، والبري كونديشن اللي متفق معاه بيتوصل بيه ويطلع لي ايه افكت خاص بيه، تمام؟ تشوف مثال اكتر. تمام، عندي هنا مثلا اكشن اسمه ستاك، ستاك اي او بي، ماشي؟ البري كونديشن بتاع الهولدنج والكلير والافكت ايه زي ما واضح قصادنا كده، ماشي؟ نعتبر دي الانيشال ستيتيو برضه عندي، يعني نعتبر بس هنطبق الاكشن ده، كل حاجه هنفرض بس لحد ما نمشي للسؤال الصح، تمام؟ افرض مثلا ان دي البري كونديشن متحققه والافكت عندي، تمام؟ هو اللي هيطلع. نبدا نشوف بري كونديشن اهو، هنكتبها عادي هولدنج اي وكلير بي، تمام؟ بعدين بخرجها زي ما هي من غير اي اكشن خالص، زي ما هي كده خارج ده اللي هو الايه اللون اللبني ده، تمام؟ نشوف برضو الاكشن اللي هيتطبق، عايز اطبق الاكشن ده، هل البري كونديشن متحقق؟ ايوه اه، اتنين بري كونديشن متحققين عندي، هبدا اوصلهم بالاكشن عادي، هيخرجوا لي الايه الافكت بتاعي، تمام؟ كده كده المفروض الرسم البلينينج بيمشي بالطريقه دي، تمام؟ هنبدا نمسك حاجه مثلا في تعارض ما بينها، حاجه اسمها ميديكس هندرسها اكتر دلوقتي بالتفصيل، بس بنتعرف بس عليها. يعني ايه ميديكس؟ مثلا ميديكس ايه؟ في ليه نوعين، نوع للاكشن ونوع للريتريشن نفسه. فابسط مثال بس للريتريشن ان الاثنين دول في ما بينهم تعارض، ليه؟ ما ينفعش هولدنج ونوت هولدنج في نفس الستيت، تمام؟ انا واقف دلوقتي في ستيت 1، اثنين ماسك ايه ومش ماسك بي، يعني فاهمين؟ او ماسك ايه مثلا والايد فاضيه، ازاي انت ماسك حاجه وايدك فاضيه مثلا؟ فدي برضه ايه في تعارض ما بينهم، مثلا اون اي وبي والبي كلير برضه ما ينفعش، مثلا عندك نو كلير بي وكلير بي برضه ما ينفعش، وهكذا. في اكتر من حاله يعني، تمام؟ نبدا برضه ايه هنخش في مثال اكتر نعرف يعني ايه موديكس، ماشي؟ اولا بس إيه البلاننج إيه جراف بلاننج دون عشان نرسمه في عندي ايه، قلنا هنمر باثنين ستيب، فيز 1 وفيز 2. فيز 1 كرييت بلاننج جراف، يعني ايه؟ يعني نرسم الشكل ده اسمه بلاننج جراف، تمام؟ هنشوف بقى الخطوط الجراي ونشوف الحاجات دي بتترسم ازاي، الموضوع سهل ان شاء الله، تمام؟ المهم ده اسمه ايه؟ كرييت بلاننج جراف، ده اول ايه؟ اول فيز عندي. فيز 2 بعمل حاجه اسمها الباكورد، فكرييت باكورد هو هنطبق هنا الباكورد زي ايه؟ هنشوف دلوقتي تحت. ده اسمه باكورد اللي هو ايه؟ يوصلني للحل لاقرب طريق يوصلني للجول بتاعي، تمام؟ يعني مثلا عندي ايه؟ عندي جول مثلا هنا اسمه دينر وبيرد كده اهون، تمام؟ ده الدينر بتاعي بالظبط، ده الجول بتاعي بالظبط، فالاكشنز اللي بتأدي ليه اللي هم دول، اللي هو مثلا ايه في اكتر من طريق بيأدي ليه، هنشوف الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله. المهم يعني ان احنا كده عندنا ايه؟ تو فيز، تمام؟ إيه مثلا ده سؤال، ده مثال مثلا معانا، مثال مش شرط يكون صح، هو اولا دي غلط، في غلط هنا هنقوله دلوقتي، ماشي؟ إيه انا عندي انيشال ستيت، ماشي؟ هاف كيك، الجول هاف وايه؟ اند ايتنج كيك. الانيشال ستيت هنا بس اعتبره انها هاف كيك ونوت ايتنج كيك، تمام؟ نعتبره بس الاثنين هنا لحد دلوقتي، يعني زود هنا نوت ايتنج كيك، ماشي؟ الجول بتاعي إيه؟ عندي اثنين اكشن بري كونديشن وافكتور كل واحد. نبدا نشوف مثلا ايه؟ ادي اول ستيت، ستيت زيرو عندي هنا الانيشال ستيت اللي احنا قلنا عليهم إيه، هنشوف زي ما قلنا هنطلع واحد الليتريشن بتاعه يطلع زي ما هو من غير نو اكشن، علامه المربع البوكس ده اسمه نو اكشن، تمام؟ إيه نطبق عليهم بقى الايه الاكشنز اللي عندي. انا عندي الايه البري كونديشن هاف كيك، يتحقق هنا اه يتحقق، خلاص يبقى الايه الايت هيتخزن هيتنفذ ويخرج لي النوت هاف والايت اللي هما الاثنين افكت بتاعه نوت هاف والايت، تمام؟ إيه نشوف الاكشن الثاني اللي هو البيك، لازم نوت هاف البري كونديشن نوت هاف، عندي نوت هاف هنا لا خلاص يبقى مش هنفذ كده، يبقى كده الاكشن زيرو اهوت، طلع لي ستيت جديد، دي ستيت 1، ماشي؟ ستيت 1 إيه الخطوط الجري دي سيبها دلوقتي خالص هنفهمها بالراحه، بس نرسم الشكل الاول، تمام؟ ايه تاني عندي
قلنا الستيت دول هيطلع زي ما هم، تمام، من غير نو من غير اي اكشن، نو اكشن، تمام، زي ما توصل قصادنا كده اهو، ماشي. هنبدا نشوف الاكشن. احنا عندنا الايت، قلنا عشان يتنفذ لازم يكون فيها اف كي، واحنا عندنا اف كي، تمام. بتنفذها كده هتطلع اثنين، تطلع هافنت كي وتطلع ايتين كي، طبعا لان هم موجودين مش هروح اكررهم تاني، فهوصل بس عليهم كده، تمام. يعني نفس الكلام البيت تيت لازم يبقى ايه، نوت هاف، هتطلع هاف، تمام. يبقى كده دي الرسمه بتاعتك، اعتقد انها ايه، واضحه ان شاء الله، ما فيهاش اي مشاكل، تمام. تطلع اثنين ستيت، تطلع ستيت جديد، وهكذا نمشي هكذا. طيب نيجي مثلا غلطه مثلا اللي هنا، ده بس كان مثال للتوضيح. احنا امتى نقف؟ يعني احنا امتى خلينا نطبق الاكشنز اللي عندي، امتى نقف؟ عندي حالتين اثنين هقف فيه. ايه اول حاله؟ ان اثنين ستيت يطلعوا ايه، شبه بعض، تمام. دي ستيت اهي ودي ستيت، يعني الاثنين ستيت دول خلاص بص شبه بعض، هي نفس الستيت. هنا ستوب، ستوب عند الستيت الثانيه. ليه؟ لان لو جيت انا في الستيت الثانيه هتخليها تتكرر ثاني، وهتخليها تتكرر ثالث ورابع وهكذا. فايه؟ فمعنى كده ان انا لازم ايه؟ لازم استوب هنا، تمام؟ ايه، او دي اول حاله. ثاني حاله ان انا اوصل للجول بتاعي. طب انا هنا في ستيت 1، ستيت 1 كنت وصلت للجول الهاف، الجول بيقول لك هاف و80. طب ما انا هنا هاف و80، ليه ما استوب، ما عملش ستوب؟ هنا كان مثال للتوضيح ليس اكتر، تمام؟ فمحدش ياخد ان المثال مثلا صح، لا هو هنا بس كان ايه؟ مجرد توضيح مش اكتر، ماشي؟ وهنكتشف في غلطه ثانيه برضو تحت، بس كل ده للتوضيح، هو مش غلط، هو للتوضيح، عرفنا ازاي بس بنرسم مش اكتر، تمام؟ فاحنا كده عرفنا ان هما اثنين حالتين اثنين، الحاله الاولى ان اثنين ستيت تطلع شبه بعض، الحاله الثانيه ان الستيت يوصل خلاص ان الجول يكون اتحقق فيه، يبقى انا كده ستوب، مش هكمل حاجه ثانيه، تمام؟ عشان يكون واضح. دي هنا يعني في الرسم، تمام؟ تمام. المودكس بقى، يعني ايه مودكس؟ شفت الخطوط الجري؟ دي المودكس بتاعي بقى. بتترسم ازاي؟ قال لك المودكس ديت يعني في اثنين، يعني في تعارض، يعني مثلا هاف ونوت هاف، في ما بينهم مودكس. ايتين ونوت ايتين، في مودكس، يعني اثنين متعارضين مع بعض، ما ينفعش يكونوا متواجدين في نفس الستيت بتاعه، تمام. فالمودكس ليه انواع، ليه مودكس على الاكشنز نفسها، لا الاكشنز ديت زي ما احنا شايفين، وفي على الايه، على الاتريشن نفسه، على الستيت نفسه، تمام، ماشي. الاكشن ليه ثلاث انواع، والستيت ليه نوعين بس، تعالوا نتعرف عليهم، نمشي ايه. الاكشن مودكس عندي كونديشن 1، اول حاجه بيقول لك ان الاكشنز يبقى في ما بينهم مودكس في حاله ان الاثنين افكت بتوعهم يكونوا ايه، متعارضين مع بعض. بقى انا ايه، زي هنا كده مثلا، إيه الاكشن ده والاكشن ده في اثنين في تعارض ما بينهم، ليه؟ لان كان عندي هنا الاتريشن دول في ما بينهم ايه، في ما بينهم تعارض، تمام. يبقى اذا ده الحاله ديت عشان الاثنين دول تعارض، تمام. نبدا نكمل، دي اول كونديشن. ثاني كونديشن ان الاكشن بتاعي الايفكت بتاعه يكون متعارض مع البري كونديشن بتاع الاكشن التاني، يقول لك one of effect of action is negation of a precondition of a the other، تمام. يعني واحد الايفكت بتاع واحد متعارض مع الاذر بتاع التاني، تمام، مع البري كونديشن، مش الاذر بتاع اللي هو، مش الاثنين ايفكت، الاثنين ايفكت ذكرناهم هنا، تمام. يبقى احنا كده عندي اثنين ايفكت وايفكت مع بري كونديشن، والاثنين بري كونديشن، دي الكونديشن ثلاثه اهوت، بيقول لك لو الاثنين بري كونديشن في تعارض يبقى برضه الايه، اثنين اكشن متعارضين مع بعض، تمام. دول الثلاث حالات بتوع الاكشن. طيب الليتريشن بقى نفسه، ده اسمه الليتريشن، لا الدوائر دي، دي اسمها الليتريشن. الليتريشن نفسه امتى تبقى فيها تعارض؟ قال لك لها نوعين اثنين، لو حاجه مباشره زي هاف نوت هاف، ايت نوت ايت، هاند ايمت نوت هاند ايمت، ما ينفعش الاثنين يكونوا متواجدين مع بعض. الحاله الثالثه بقى، اقصد الحاله الثانيه، هو حالتين بس. الحاله الثانيه بيقول لك لو الاكشن اللي هي المؤديه ليه في ما بينهم تعارض، بس كل الاكشن. بمعنى ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف. عندنا هنا اثنين اهم، اثنين الاتريشن، عايز اعرف في ما بينهم تعارض ولا لا، انا اعتبر الخط ده مش مرسوم، تمام، احنا لسه عايزين نعرف هو هيترسم ولا لا. هنبتدي نشوف الطريق المؤديه ليه، هنبص هنلاقي ده طريق، تمام، الطريق ده مؤدي الاكشن للريتريشن دي، الايفكت ده مثلا، وده طريق، الطريق ده جاي من اكشن واكشن، الاثنين دول في ما بينهم تعارض، تعالوا نشوف، ده في ما بينهم فعلا تعارض، خلاص نروح نشوف بقيه الطريق الثاني، ناخد نفس الطريق مع الطريق ده، ما دي مؤدي الاثنين طريق في ما بينهم تعارض، اللي هو الكبير ده، خلاص. طب ناخد نشوف بقيه الطرق، في هنا طريق هاخده مع الطريق ده في ما بينهم تعارض، تمام. طب نفس الطريق هاخده مع الطريق اللي تحت في ما بينهم تعارض، ايوه تمام، كل الطرق مؤديه، خلاص، يبقى اذا هما كمان في ما بينهم ايه، مودكس، في ما بينهم تعارض، تمام. طب واحد يقول لي لو شلنا ده،
يعني لو نعتبر الخط ده مش موجود خلاص يبقى ده مش هيبقى موجود، لان في طريق ادى ان يبقى في طريق، يعني المفروض طرق من طرقهم، يعني الطريق ده هو اهو والطريق ده ما فيش ما بينهم تعارض، يعني ما فيش اي تعارض ما بينهم، فاهمني؟ فكده مش هيبقى في تعارض فينا اساسا. هنشوف بقى المثال دلوقتي يوضح لنا الكلام ده كله، تمام؟ تعالوا نشوف المثال ده، نبدا نشوف المثال اللي احنا كنا شغالين عليه. نبدا نمسكه واحده واحده، اعتبر الخطوط مش موجوده عندي، ماشي؟ هنبدا نرسم. اول حاجه ابص على الاتريشن اللي عندي، في ما بين دول تعارض؟ اه خلاص، اللي هو ايه؟ هاف ونوت هاف، الاتريشن لحالتين اللي احنا قلنا كل الطرق مقضيه ليه فيها تعارض، او ان هم يكونوا ايه؟ عكس بعض، وده في ما بينهم تعارض. تمام كده؟ تمام. نبتدي بقى نشوف الاكشن، كده انا ما عنديش ما اقدرش اعمل حاجه ثانيه، نروح نشوف بقى الاكشن الاول. تعال نشوف الاكشن. الاكشن ده الاثنين دول قال لك ايه؟ عندك اول كونديشن كنا قلناه ان الاثنين بري كونديشن يكون في ما بينهم تعارض. طب ما فعلا الاثنين اقصد اثنين افكت في ما بينهم تعارض، فعلا الاثنين افكت بتاعهم هم في ما بينهم تعارض، اذا ده في ايه؟ يعتبر في مودكس هنا. نفس الكلام تحت في ما بينهم تعارض، يبقى يعتبر في مودكس هنا. باول حاجه رحنا شفنا دول ودول، اللي هو شفنا الاتريشن الاول الحاله الاولى اللي هو يبقى فيها في اثنين ضد بعض، تمام؟ اثنين عكس بعض، وبعدين نشوف الاكشن، نرجع تاني بقى نشوف الايه؟ الطرق المؤديه ليه. تعال نشوف بقى الهاف مع النوت هاف، خلاص خدناها مره. طب الهاف مع الايتين، تعال نشوف الهاف مع الايتين، ايه الطرق المؤديه ليهم؟ هو الهاف ليه طريقين اهو، تمام؟ لا ثواني، الطريق ده غلط، الطريق ده هو ليه طريق واحد، تمام؟ ليه طريق واحد اللي هو الطريق اللي فوق، والايتن هو اللي ليه طريق بط، ليه طريق واحد، هما طريق واحد بس اللي هو الطريق ده والطريق ده، ففي ما بينهم تعارض الاثنين اكشن بتوعهم، اه خلاص يبقى هما كمان في ما بينهم ايه؟ مودكس، تمام؟ طب نشوف النوت هاف والنوت ايتن، هنلاقي ده طريق اهو للنوت هاف والنوت ايتن طريق اهو، جاي الاثنين اكشن في ما بينهم تعارض، ايوه خلاص يبقى هما كمان ايه؟ في ما بينهم ايه؟ تعارض. تمام كده؟ طب نكمل الرسمة، نكمل الرسمة. أول حاجة نروح نبص عليها ديت زي ما هي قلنا هنعمل كده، لأنهم فيما بينهم تعارض. نبتدي نشوف إيه؟ الأكشن. نمسك مثلا أكشن زي البيك كيك والإيه؟ والإيتين مثلا. نشوف الحالات، إحنا عندنا الأكشن ثلاث حالات، اثنين إفكت متعارضين، واحد إفكت مع البري كونديشن بتاع الثاني متعارضين، أو الاثنين بري كونديشن متعارضين. طيب لو مسكنا مثلا إيه؟ والبي، هنبص هتلاقي اثنين بري كونديشن بتاعهم اهو بري كونديشن في ما بينهم تعارض، تمام؟ خلاص يبقى هم متعارضين، دي حاله، دي اول حاجه، تمام؟ تمام. نفس الكلام تعال نشوف مثلا ايه ده اللي هو ده وده. طيب البري كونديشن هو بري كونديشن واحد، خلاص مالناش دعوه بيه، تعال نشوف الاثنين افكت كده. طب الاثنين افكت، اه ده الاثنين افكت متعارضين برضه، خلاص يبقى انت ايه؟ في تعارض هنا، تمام؟ تعالوا نشوف الاثنين دول، الاثنين دول مع بعض هنلاقي نفس الكلام برضو، الاثنين دول اثنين، هنلاقي الاثنين هنلاقي الحالتين، حاله البري كونديشن وحاله الايفكت، مش اشكال، حاله فيهم اتحققت خلاص يبقى في ايه؟ تعارض، للاثنين بري كونديشن متعارضين او الاثنين ايفكت متعارضين. طيب تعالى نشوف ده مع ده، ده هما الاثنين نفس البري كونديشن، خلاص نشوف الايه؟ الايفكت بتاعه. طيب إيه ده طلع هاف وده عنده نوت هاف، خلاص في خلاص معروف هما الاثنين ايه؟ فيما بينهم البري كونديشن الايفكت فيما بينه ايه؟ تعارض، يبقى هنا تعارض. طب نكمل ناخد الايد هنا وهنا، تمام؟ ايه الايد مطلع ايتن وهنا مطلع نوت ايتن، خلاص تمام ماشي. هنا فيما بينهم تعارض برضه اللي هو سواء الايتن او نوت ايتن، وهنا برضه اللي هو سواء هنا او هنا، يعني بالطريقين زي ما عملنا فوق. طيب تعالوا نشوف هنا بقى في غلطه، هنا انا كنت سالت فيها الدكتوره وقالت ان هي ايه؟ ان هي فعلا المفروض سي، هنكتشفها دلوقتي. تعال نشوف مثلا ايه الاثنين دول اللي هو النوت هاف والايد، المفروض هيبقى فيه لو كل الاكشنز المؤديه ليهم ايه؟ فيها تعارض. طيب ده هنا اهو ده طريق النوت هاف جاي من طريق هنا وطريق كده، تمام؟ طيب لو لاحظنا هنلاقي الطريق ده والطريق ده في ما بينهم تعارض فعلا. طيب الطريق ده والطريق ده اللي هو الطريق اللي فوق ده الطريق اللي تحت مفيش ما بين الاثنين اكشن تعارض، خلاص يبقى ما ينفعش الخط ده يبقى موجود. بس ايه لو لاحظنا هي الرسم بقى ناقصه حاجه، مش احنا قلنا لو اثنين بري كونديشن في ما بينهم تعارض
الاثنين بري كونديشن، في ما بينهم تعارض، يبقى الاكشنز بتوعهم متعارضين. اللي قال الحاله الثالثه، طب ما هو ما انا عندي النوت هاف والنوت ايه، في بينهم ايه تعارض اهو، يبقى الاثنين اكشنز بتوعهم يبقى في ما بينهم تعارض، يعني المفروض اهو الاكشن ده والاكشن اللي تحت في ما بينهم تعارض، تمام؟ يبقى كده حقق فعلا التعارض اللي هنا. يعني كل التصحيح بقى اللي في الرسمه، تصحيح كل اللي في الرسمه ان ده هيبقى في ما بينهم تعارض بس كده. ليه؟ عشان اتنين بري كونديشن فعلا في ما بينهم تعارض. الحاله دي فين يا شباب؟ الحاله دي اللي هي كونديشن رقم 3. لو لاحظنا اللي هي كونديشن رقم 3 او اتنين بري كونديشن اهو في ما بينهم تعارض، يبقى الاثنين اكشنز بتاعهم نحط عليهم تعارض، تمام؟ هي نفس الحاله اللي هنا، الاثنين اهو يبقى الاثنين بتاعهم هنا، تمام؟ اتمنى تكون واضحه، لو ما فهمتهاش عيد عيد بس الفيديو تاني وان شاء الله هتفهم، تمام؟ هي سهله جدا يعني. طيب كده احنا خلصنا اول فيز، ان احنا رسمنا الشكل وبصينا الاثنين ستيت شبه بعض، او وصلنا مثلا ايه ان في ستيت فيهم حققت الجول، تمام؟ قلنا الرسمه دي كانت للتدريب مش اكتر من كده. طيب نيجي بقى لحاله الباكورد، نعمل ايه بقى؟ زي ما كنا عارفين الباكورد ده بنشتغل من جول لحد الانيشال، تمام؟ هو نفس الفكره هنا. ايه؟ عندي هنا مثال، مثلا بيقول لك ايه؟ انت مثلا يو ونت تو بريبير دينر، ماشي، انت بتحضر العشاء، تعمل له سربرايز لمين؟ سويت هارت، الكراش بتاعك مثلا، بتعمل له ايه؟ بتعمل له مفاجاه، هتاكله وبتاع وهو نايم اساسا او اتخطب، ما علينا. تعال نشوف اللي هو الرسمه اللي هو بعد ما خلصها، هو بيقول لك عندك هنا كذا اكشن، تمام؟ اربع اكشن اهوت، بري كونديشن وايفكت، ما علينا. المهم هو رسمها يعني، المهم هو خلصها ورسمها. رسمنا الرسمه دي خلاص بعد اللي احنا عملناه وطلعنا كل المودكس اللي في الرسمه وخلصنا وظبطنا الدنيا اللي هو الفيز 1 اللي احنا عملناه. تعالوا بقى نعمل ايه؟ هو هنا وقف في حاله ان هو وصل عمل اللي هو ايه؟ وصل للجول يعني بتاعه، تمام؟ وصل للجول. طب تعالوا نشوف هنا، نمسك الجول، الجول هو بيقول لك ان هو دينر وبريزنت ونوت ايه؟ جار. طيب ادي النوت، تمام؟ ده الجول هنا، مسكنا الجول، تمام؟ ده الجول اللي احنا ايه؟ اللي احنا مسكناه. ملحوظه بس، الكراي الكاري والدولي ديال يعني ما لهمش بري كونديشن، بتنفذه في اي وقت انا عايزه، فهو هنا يعني منفذها يعني في اي وقت، عشان ما حدش يستغرب بس هو ليه مش جايه من مش جاي لها بري كونديشن والكلام من ده، تمام؟ على عكس مثلا ايه الراب والكلام ده. طيب هنا ادي الجول، ثلاثه جول عندي، ايه الاكشن اللي مادي ليه؟ ده اكشن وممكن اكشن، ونفس الكلام ده اكشن والدينر اكشن والكوك اكشن وايه، فعندي اكتر من اكشن. الدينر ده مش اكشن، سوري، ده الاتريشن عادي. عندي الاكشنز اللي مؤديه ليه، يعني ده جاي من نو اكشن، تمام؟ ده من نو اكشن، تمام؟ المهم يعني ان انا اشوف الطرق اللي بمشي عليها عشان توصلني للجو. فوصلت مثلا ان ده عشان اوصل له مشيت على الطريق ده. تعال نشوف قلم كده، تمام؟ ده مشينا على الطريق ده كده عشان اوصل لده، ونفس الكلام ده مشينا على الطريق ده عشان اوصل لده. طيب وهنا مشينا على الطريق ده عشان اوصل لده، يبقى الطرق اللي مشينا عليه، هبص الاول اكشن كم اكشن خدته، هو كوك واحد خلاص، يبقى كوك. تاني اكشن دي يعني دي اسمها اي زيرو مثلا، زي ما كنا متفقين هنا اي زيرو وفوق ايه، هنا اي زيرو، هنا اي زيرو، اس 1 اي 1 اس 2 اي 2 وهكذا، تمام؟ ده كوك بس، وهنا في اتنين اللي هو ايه كاري ور، تمام؟ يبقى هنا ايه ده السوليوشن بتاعه، ده الحل بتاعه الاتنين دول، ماشي؟ نفس الكلام نكمل، نفس الكلام ممكن بيقول لك من طريق تاني، يعني احنا خدنا الطريق الاولاني ممكن كنت امشي كده، انا هنا داخل على ممكن برضه كنت امشي كده عشان اوصل اللي هو ايه من تحت زي ما موضح بالشكل كده، ما راحش الطريق اللي هنا، تمام؟ يبقى ايه هنا كوك وريب، وهنا الكاري، تمام؟ وكده ان شاء الله الخلص البلين خلص. فركز بس على المودكس ديت، حاول تتدرب عليها اكتر، في امثله كتير كتير موجوده في المرجع نرجع لها برضه، وان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل. وكده البلين جراف يكون انتهى، ويعني المحاضره ال 11، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه. شكرا.